قمر. مالك يا ماما أنيس؟ مالك؟ بموت يا ماما. بعد الشر عليك. عايزه علي، عايزه علي، نفسي اشوف علي قبل ما اموت. بعد الشر عليكي، انا هنزل اجيب لك الدكتور الجري. لا مفيش وقت، هاتي لي علي، كلمي زهره وهاتي لي علي. حاضر. عايزه علي. حاضر يا علي. وانا بجيب الدكتور هكلم زهره. حاضر. جايه لك جري. حاضر يا ماما. مش فرحانة ليه يا أنيسة؟ وبعدين معاك يا أنيسة؟ حقك عليا يا أنيسة. أنيسة؟ مالك يا أنيسة؟ كنت عايزاه يعمل إيه يا أنيسة يا أخي؟ أنا محقولك يا أنيسة. بتأسف للست هانم أنيسة. حصل لست أنيسة أهلي يا أولاد. اسمها أنيسة هانم. مش مصدقة عليا يا أنيسة. أيوة يا أنيسة. ما تعملي لك قفلة يا أنيسة. يعني أنت هتوه عن رؤية يا أنيسة. إزيك يا ست أنيسة؟ أنا لسه جاي من هناك يا ست أنيسة. هقول له يا ست أنيسة، هقول له. نجدت السابع دلوقتي يا ست أنيسة. خلاص يا أنيسة ما تحمليش هم. سيبيني ارتاح يا أنيسة. سامعيني يا ماما. غلطاني والله يا أنيسة. أنيسة كانت فرحتي الحقيقية. كانت أيامي الحلوة. كانت سندي في شدتي وعكازي في مرضي. أنا جاي أكلمك مخصوص عن رضا. يا ماما ما أنت عارفة حكايتي أنا وزهرة. أنا عارفة إنك عايزة تقولي لي اللي قلتيه لي زمان. تبقى أدي عن علي يا زهرة. توفيق الصغير فرصة. نرد فيها جميل توفيق الكبير. سامحي امي. وجيت قلت لماما انيسه على نفس القرار ودخلت اوضتي. ما تخافيش يا ست انيسه. مالك يا ابله انيسه؟ مالك يا انيسه؟ انت برضه اعلى لوحده وبتعيطي وتكلمي نفسك. ماما انيسه قومي يا انيسه، ما تيجي تقعدي معايا. انيسه. ايه يا انيسه؟ زي ما تكوني فرحانه. ماما رد عليها اعملي معروف. بك وقتك يا سعاد. طول عمرك فهماني اكتر من هيك.